الوقت وشو الحنيذ و... وش مكتوب ترى ما نبي نشوفه عبد الله. القرص والحنيذ والسويق وجبات ايش سويداء ثانيه ذي يا طيب وجبات عرف بها سكان منطقه عسير المنطقه الجنوبيه او الشرقيه. بس يا شباب بس بس اخر الوقت اقول الجنوبيه المنطقه الجنوبيه اللي جابه صح. شوف يا جماعه الخير حجت كلام هنا جانبي وكلام هنا وكلام هنا وفي السماعات لخبطنا بالاسئله. اللي ما راح يحترم المسابقه يطلع برا. لا تخلون الواحد يعصب انتم. يلا اعطونا الاقفال يا جماعه الخير. مو لايق عليك العصبيه ابو عبد الله. شجع في حال الاجابه الصحيحه ولكن اذا نزل السؤال استوب بس. يلا اعطونا الاقفال يا جماعه الخير. اقرا بقرا قل لي يا عمي عندنا 10. شكلنا بنرقد بالنار. يا سلام يلا محمد اعطونا الاقفال. وين الاقفال ما شفناه. 21 21 يحتوي على اضافه 2000 حجت. الف مبروك. برفع اعماركم برفع اعماركم. اشكركم عبد الله. طيب نروح الى سؤال الحظ مع فارس وعلي ومحمد بن ملحم. اعطونا سؤال الحظ يا جماعه الخير. سؤال الحظ يقول ارفع يدك يا في حال الإجابة. السؤال يقول طيب عبد الله هل في نقطة أقدر أضيفها لشخص؟ لا. لو أضفناها ما هي جنسية اللاعب عيسى ماندي كاميروني جزائري فرنسي؟ وشو؟ ما هي جنسية اللاعب عيسى ماندي كاميروني جزائري فرنسي؟ عيسى موندي؟ والله اسمه مرن علي ابو عبد الله. صعبة. علي شمراني؟ فرنسي. فرنسي، اعطونا فرنسي. رمعة من علي الشمراني. صح، انا اتوقع انها صح ابو عبد الله. صح صح. اتوقع قلبي يقول انها صح. كيف؟ قلبي يقول انها صح. انت رخصة، انت جاوبت صح؟ وفتحت قفل ولا ما جاوبت صح علي شمراني؟ انا اللي قبل. ما جاوبت صح وراحت عليك 3000. ولو انك مخليها صفر بس صح جاتك 800 خصم. الإجابة خاطئة 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 خاطئة. يلا جزائري هو مدافع المنتخب الجزائري ولاعب ريال بيتيس. يلا شلها معوض خير. طيب شباب في نقطة مهمة يعني الحين يبلغوني الإدارة مشكورين وأيضا بمتابعة من المدير التنفيذي لقناة الواقع الفضائية الأستاذ صالح بن إبراهيم الحسين أن اليوم بإذن الله عز وجل سيتم تدشين الحساب الرسمي لقناة الواقع الفضائية في تطبيق سناب شات. طبعا الحساب حساب سناب شات كان موجود عندنا وجاهز ولكن كنا خلال الفترة الماضية وبيعني متابعة مدير التنفيذ الأستاذ صالح الحسين نعمل على أننا نخلق إن شاء الله جو وطابع خاص عبر هذا الحساب ببث كواليس لبرنامج البزنس وأيضا حصريات أخرى لهذا البرنامج أو ما يخص أحداث قناة الواقع الفضائية خلال الأيام القادمة. أيضا أدعو إن شاء الله متابعين قناة الواقع الفضائية من خلال فقرة البورصة سينزل الحساب الرسمي بحسابنا بمنصة إكس وأيضا بإمكانك يعني في محرك البحث في تطبيق سناب شات مباشرة تكتب قناة الواقع الفضائية حسابنا موثق بسناب شات وبإمكانك مباشرة تتابع الحساب وتشوف الأشياء اللي كانت موجودة والأشياء القادمة من حصريات ومحتوى خاص حيكون على حسابنا في منصة سناب شات بإذن الله. سمذل إن شاء الله. أبشر أبشر إن شاء الله تستاهل. يلا اعطونا القرعة يا جماعة الخير. القرعة وقف. مرحبا يا محمد بن بندر. اللي بعده وقف. مرحبا يا عبد العزيز المسفري.
عاد أوقف صاحب الحصانة الرابعة في شيك الإنقاذ محمد طوالة. يلا شباب كل واحد يجهز يده واحدة واحدة واحدة. حلو تصلحون حق مشجعين كرة يد. يلا 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 اسمعوا اسمعوا يلا 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 واحد اثنين ثلاثة يلا قلوها يلا اعطونا الاسئلة في الخيارات. محمد بندر هلا اعطني الخيار. اقتصاد تجارة رياضة ثقافة واعلام. ثقافة واعلام. ثقافة واعلام. السؤال يقول في الثقافة والاعلام. ماذا يقول يا ابا عبد الله؟ خليك مركز يا محمد بندر. الان فورا. السؤال يقول معك 30 ثانية و400 نقطة في حال جاوبت صح. مسرح طلال مداح واحد من أكبر مسارح الخليج إذ يتسع لثلاث آلاف شخص، ألفين شخص، ثمان آلاف شخص. مسرح طلال مداح واحد من أكبر مسارح الخليج إذ يتسع لثلاث آلاف شخص، ألفين شخص، ثمان آلاف شخص. هذا ثقافة وإعلام أبو عبد الله. الثقافة والإعلام هو مسرح يعود إلى الثقافة ويعود إلى الإعلام. والله يا أبو عبد الله نزلنا وسط فيضة. أكثر شيء كم؟ عندك 3000 أو 2000 أو 8. 3000. 3000 ثبت. آخر ثانية، ليش رحت لل 3000؟ والله ما أدري. إحنا قلنا واحد من أكبر مسارح الخليج وليس السعودية. أوه وش رأي عن طلال مداح؟ طيب مسرح طلال مداح أين يقع يا جماعة الخير؟ أنا أتوقع أنه يقع في أبها. وتحديدا مسرح المفتاحه سابقا صحيح. يسمى الاجابه صحيحه بندره صحيح. بس يلا مدح رضيتي. طبعا يقع هذا المسرح بمسمى المفتاحه. شهد العديد من الفعاليات المصاحبه للمملكه العربيه السعوديه والخليج وحصد جوائز كثيره. هذا المسرح يتسع ل 3000 متفرج وشخص أقيم عليه العديد من الفعاليات مثل ما ذكرنا لجميع ومختلف الدول بشكل عام. ألف مبروك يا محمد بندر. الله يبارك في عمرك. عوايد يا أبو عبد الله ما يحب جداي. سلام بس سعد. سلام عمي. يلا معاك الأقفال. كم تبي في 305؟ لا 305 ما في. هذا 305 كهرب. يلا. لا والله رمز. عطنا يا أبو عبد الله. طيب. سريع. 22 كم؟ 22 22 22 نعم. افتح ثلاث أقفال. دقيقة بشوف أخواني شباب. كم افتح؟ كم؟ كيف؟ كم يا محمد؟ أنا عارف افتح ثلاثة أبو عبد الله. والواحد ثلاثة أول واحد طبعا حيفتح غير هذا القفل ثلاثة. يلا رقم ثلاثة يحتوي على اخصم. اعطونا الاقفال. سحب 50% من نقاط المستثمر لشخص. يلا ابو معجب. انا يا حبيبي السؤال عندنا. اصبروا شباب اصبروا. طيب خلنا افتح الاقفال. اقبل لا 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 الحين اول شيء تقرر الحين بسرعه. يلا محمد. من هو التالي؟ من هو قال واحد؟ انا قال واحد. اقسم علي انا قال واحد. لا 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 والله متصافين. انا ولد عمي انس. والله اللي ودي لك انس الميموني يخصم عليه 50% من نقاط المستثمر. نروح الى القفل الثاني. اعطونا الاقفال يا جماعه الخير. يلا اختار يا محمد. انس كم اختار الرقم الثاني؟ عشرة. عشرة يحتوي على خصم. خصم عليك 500 يا محمد بندر. استاهل اسمع كلام الناس. استاهل. ثلاثة يلا ثلاثة ثالث. يلا القفل الثالث محمد بندر. لا تفتحون على طول شباب. لا لا ها 23. يلا محمد 23. 23 يحتوي على
إضافة 1000 نقطة. يلا أنا أقول رفيقك على خير. ألف مبروك. طبعاً عنده 400 انخصم عليه 500 صار ماينص 100 فانضافت له 1000 صار 900 موجب. يلا ألف مبروك محمد بندر. نروح إلى عبد العزيز مسافر اقتصاد تجارة رياضة ثقافة وإعلام. ثقافة وإعلام. يلا ثقافة وإعلام. السؤال يقول في الثقافة والإعلام. أيوة الهدوء حلو كذا. بعد السؤال نسولف. السؤال يقول يا عبد العزيز وش يقول؟ إيش يقول؟ حلو صح. أعطونا السؤال. السؤال يا كنترول. أثار الشعيب معالم سياحية بارزة فأين تقع تحديدا؟ مكة المكرمة، الطائف، تبوك. أثار شعيب معالم سياحية بارزة فأين تقع تحديدا؟ مكة المكرمة، الطائف، أثار تبوك. شعيب. شعيب أو شعيب. يلا شعيب. شعيب صح. يلا يا سلام عليك. تعد تبوك. هذا التصحيح الصحيح. تبوك. تبوك. إذا شعيب إذا شعيب ما أدري. إيه إذا شعيب في مكان ثاني وإذا شعيب. شعيب تبوك. يلا يا سلام. طيب صلحوا لي لا حركات ولا شيء. الإجابة صح. نبدأ أكثر. يلا يا ربي يلا أعطونا الأقفال يا جماعة الخير. يلا عزوز. خمسة. خمسة يحتوي على نقاط الثاني بالمسابقة لك اللي هي محمد المسردي. أنت ما أخذت شيء أصلاً. كم أخذت؟ أخذت 400. أخذت 400. دقيقة بس دقيقة. ما بقى لك شيء. أصبر أصبروا. أنت جاوب شباب. دقيقة شباب. ممكن نسمع شباب اكيد النسخه. انا طول عمرك. ان جاوبت صح في السؤال. جواب السؤال. جاوبت صح. ايوه خلاص. الصناديق هذه تنخصم 1000 من الرصيد الاجمالي. ال 400 شيلوها من محمد المسردي واعطوها عبد العزيز مسفري. قالوا مجد كيف يقرأ. شكرا 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 شكرا. احنا علينا من اجابة السؤال يا جماعة الخير. اما الخصم ينخصم عليه في سيران البرنامج. سيران واضح. سيران. يلا محمد طوال اقتصاد تجارة ثقافة واعلام او رياضة. ثقافة واعلام. ثقافة واعلام. يلا الله. السؤال يقول في الثقافة والاعلام لمحمد الطوال معك 400 نقطة في حال جاوبت صح و30 ثانية. السؤال يقول سورة قرآنية تلقب بسورة الدهر. الإنسان، النازعات، الأضحى. سورة قرآنية تلقب بسورة الدهر. الإنسان أو النازعات أو الضحى أو الضحى. سورة الدهر. أيوة الإنسان أو النازعات أو الضحى. آخر الوقت. الضحى. الضحى. عطنا الضحى. الرمعة الأخيرة كانت للأسف خاطئة وهي الإنسان. يلا معوض خير يا محمد طوال. عطونا الأقفال. الأقفال تحتوي على محمد الطوال. يلا محمد كم؟ واحد. واحد. دبل نقاطك 3 مرات راحت عليك. روح. يلا موفق خير يا محمد طوال. نروح لسؤال الحظ. يلا وش تعوض ان شاء الله في سؤال الحظ. شاء. يلا سؤال الحظ يقول ارفع يديك في حال عندك الاجابه. السؤال يقول سوره قرانيه تبدا بالحمد لله. غافر. محمد بندر غافر سبل الاحقاف. بسرعه محمد. عدها عدها. شنو انت ليش رفعت يدك؟ لا اجوبه. اخصموا علي على طول. لا اجوبه. ما لي اجوبه. انت رفعت يدك ليش؟ عشان اجاوب. لا ما مو على كيفك. اخصموا علي 800. يلا سمعت السؤال. اخصموا علي ما هذا غير خلاص. لو سمحت دقيقه. يا
جات بالفاتحه ابو شو بيجي طوني والله بنجلط انا انت رفعت يدك عليش طيب الحال تبي السؤال رفعت يدك عليش حسب الفاتحة موجودة انت موقف في الخط توقف تبي واحد يوقف لي يلا روح نستلس يعني كل الفرص اتت لمحمد بندر ثلاث اقفال جاوب صح اخر شيء دمرها انا بيعرف ليش رفعت يدك ليش تجاوب طيب طيب جاوب الإجابات وش هي؟ يدك الإجابات وش هي؟ وصلت إلى السقف الإجابات وش هي؟ الخيارات خيارات قصدي يلا أعطونا القرعة يا جماعة الخير أحسب الفاتحة موجودة القرعة مع المتسابقين وقف مرحبا يا شيخ هذا الأسبوع وازع الأشال وقف مرحبا يا اللي دشن اقوى عمل عليا بن متعب اللي بعده وقف وصاحب كلمات اقوى عمل ايضا عز الاحلام الشاعر من اهل الاسلمي وش وش وصاح تحية خاصة من القلب إلى القلب من الواقع إلى حفر الباطن إلى المنشد العندليب القوي سفير الصمان محمد بندر تحية أخرى لأبطال هذا العمل اللي هم نجوم برنامج البزنس ثلاثة يلا أعطونا اقتصاد وتجارة ثقافة وإعلام رياضة يا وازع ثقافة وإعلام ثقافة وإعلام السؤال بالثقافة والإعلام يقول يا قدر تحياتك أبو عبد الله اليوم الثقافة والإعلام يقول عطنا هي آخر سؤال طبعا في هذا القسم يقول السؤال هو أول من أنشأ أسلوب الرسائل في الأدب العربي بدر شاكر عبد الحميد الكاتب نجيب محفوظ وش أول واحد يا عبد الله هو أول من أنشأ أسلوب الرسائل في الأدب العربي بدر شاكر أو عبد الحميد الكاتب أو نجيب محفوظ آخر الوقت وازع معاك هو اول من انشا اسلوب الرسائل في الادب العربي اللي في النص ايش اسمه عبد الحكيم الكاتب عبد الحميد الكاتب عبد الحميد اثبت ثبت على ثبت عبد الحميد الكاتب وكانت الاجابه اصبر عطوا وازع الكاميرا وازع ايش رايك عاد اذا شيخ ما جاوب صح مشكله ذي لا ما له دخل بالمناسبه في شيله يعني شيله ال لا مش الشيله هذيك هذيك حذفناها انا اتكلم على الشيله اللي بتدشينها ما دشنتها وبتنتهي الشيخه ليش؟ وش ابو عبد الله؟ الشيله حقت الشيخه ما دشنتها؟ الليله ان شاء الله الليله ان شاء الله عشان نقول للناس يترقبون يعني ان شاء الله باذن الله الاجابه صح اجل 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 عبد الحميد الكاتب يلا الاجابه صحيحه اعطونا الاقفال مع وازع لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم رقم أربعة رقم أربعة يحتوي على إضافة 800 ها ادخلوها عندنا عندنا يا سيدي اجلس يلا المبروك يا وازع نروح إلى عليان بن متعب اقتصاد وتجارة ثقافة وإعلام رياضة السؤال في الرياضة طبعا ثقافة وإعلام انتهى من باقي باقي سلطان وأنس ونواف بن فرجان صح مهذل أنت في القلب يا مهذل يلا عطونا السؤال في الرياضة يقول في أي مركز كان الأسطورة عيد الدوسري غلط السؤال يلا تستضيف الرياض عادة إحدى البطولات الإسبانية الليغا
كأس الملك السوبر أجين. تستضيف الرياض عادة إحدى البطولات الإسبانية. جميل. الليغا كأس الملك السوبر. السوبر السوبر. نعم. أثبت؟ نعم ثبت. هذا طبعا إحنا أخطيت أنا فيه، ولكن هذا حق مشروع أن يعود حتى لو كانوا محضرين له. فالسوبر الإسباني طبعا السوبر الإسباني الآن حاليا يقام في منطقة الرياض، وهو عادة ما تستضيفه وزارة الرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه أو وزارة الترفيه في المملكة العربية السعودية. تقريبا كانت يعني انطلقت البطولة أمس وستنتهي خلال الأيام القادمة. ألف مبروك الإجابة صحيحة. دمبا أيضا بهذه المناسبة، بما أن ذكرنا استضافات المملكة العربية السعودية للبطولات والأحداث الرياضية، منتخبنا الوطني يشارك ببطولة أمم آسيا هناك في قطر، والتي انطلقت اليوم هذه البطولة حينما فاز أيضا منتخب قطر على لبنان في افتتاح هذه البطولة بثلاث أهداف لقطر مقابل مقابل كم؟ أبو عبد الله وشاك تقرب اليوم انطلقت البطولة، فاز قطر 3 لقطر مقابل لا شيء للبنان، وتنطلق إن شاء الله أول مباريات المنتخب السعودي يوم الثلاثاء القادم مع شقيقة دولة عمان. أبو عبد الله نطلب منك طلب. طبعا حنلعب إن شاء الله يوم الثلاثاء المنتخب السعودي مع أيضا دولة عمان الشقيقة، وإن شاء الله فالنا الفوز وأيضا فال دولة عمان التوفيق بإذن الله. أبو عبد الله عندي طلب. أبو عبد الله سم نبي نتابع المباراة. تتابعون المباراة؟ نعم. طيب تبون تتابعون المباراة؟ إيه. طيب من هذا المكان احنا نوجه هذه الرسالة للمدير التنفيذي الأستاذ صالح الحسين، وأكيد أنه يتابعنا اليوم، أننا نسمح لهم المجال أنهم يعني يقضون وقت ممتع لمشاهدة هذا الحدث الرياضي الكروي في بطولة أمم آسيا بمشاهدة المنتخب السعودي، وعاد القرار عندك أبو إبراهيم، أنت من تقرر ذلك. حتى الوطني يا أبو عبد الله. استغل المواقف. يلا نروح إلى الأقفال، عطونا الأقفال لعليان. ها الحين أقسم على 13 من 2005. كم؟ 13 من 2005 أقسم على 13 يحتوي على اصبر 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 اقصد 13 اعطوني ها بغى تدخلني في الجدار انا ما اقدر اتحمل. شوف شوف ها الرقم 13 هذا اتوقع انه في مشكله. المشكله الظاهرة اختاروه الشباب. طيب انت جيتك هذه الظاهرة جيت مطر بعدها جيت مطر ودائما انا ما اتي الا بالبشائر والخيرات والبركات دائما وابدا، ان كانت خير او ان كانت خير ما يجي غير من خير. بعد يا حبيبي الف مبروك. إيه؟ يا عليان افتحوا لي الصندوق يحتوي 13 على 6000. الحمد لله. ما ادري عاد المشكلة الحين لسه عند 6400 صح؟ ايه يمكن عاد يجي واحد يقول لك نقاطك تذهب للي بعدك. والله اللي راحت اني لا جودة اللي خلاها وقلات. يلا عاد انا اتوقع واحد في بالي بياخذها. قفلة صديق كلها مشانها. يلا من ناحية الاسلمية اقتصاد وتجارة او رياضة؟ رياضة رياضة. السؤال في الرياضة يقول يلا السؤال من ناحية الاسلمية في الرياضة، في أي مركز كان الأسطورة عيد الدوسري يلعب؟ خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم. عيد الدوسري. اليوم الأسئلة سهلة والله حلوة لذيذة. ولا في خصومات صحيح؟ إيش استغربت أنا صراحة. الأسبوع الجاي موعدنا. ما في مهت بعد. يلا الوقت الوقت يا جماعة غير مشوه ما يبي يجاوب شكله. هذا خطاكم. هو يقول اذا بدا الوقت انا اجاوب. هذا من ناحيه. والله شوف شغل المؤسسات انا طبعا عيد الدوسري لاعب قديم. ها عيد الدوسري لاعب قديم اي
لكن خطر نقول خط الهجوم لأنه ما أدري جتني كذا خط الهجوم كأني سامع إنه خط الهجوم. خط الهجوم أثبت؟ ثبت ثبت خط الهجوم إن شاء الله صح. ملا أنا أذكر عيد الدوسري أول شيء وين يلعب جماعة الخير؟ عيد الدوسري لا لا وين يلعب وين في أي نادي؟ لا لا عيد الدوسري ظهر ظهر الرياض ها آه. عيد عيد أكدوا لي المعلومة شباب إذا عبيد الدوسري عبيد العرب شباب السؤال فيه خطأ ولا لا تأكدوا الشباب يقولون عبيد يا اللي معايا السماعة ممكن أحد يجاوب ممكن أحد يرد علي أيوة عيد ولا عبيد عيد الدوسري وين يلعب خط الهجوم هي إجابة مناحي الأسلمي بس إحنا نبي المعلومة كيف المعلومة مو عندكم حاضرة بس نبي نتأكد إذا عبيد ولا عيد على العموم ترى إذا كان صح ولا الإجابة السؤال خطأ إحنا مو بشغلنا عطونا الإجابة يلا منطول معاكم الإجابة صح يلا ألف مبروك عبيد الدوسري يلعب هجوم خلاص عبيد ولا عيد يلعبون هجوم يلا صار الطيب وكان اسمه عبد الله كان اسمه عبيد بعدين غير اسمه عيد متأكد أنت؟ إيه بعد ما أتزل هنا أيضا معلومة ما أدري عاد والله هي معلومة صحيحة صحيحة أخذ كلام على أيام ابن متعب يقول لو كان اسمه عبيد فيوم اعتزل يوم اعتزل صار عيد والله ما كلف على الحوار شال بس حرف الباء صح بالضبط يلا عطنا الأقفال عطنا الأقفال عيد الدوسري يلا عيد الدوسري عطونا الأقفال لمناحي عطنا 19 19 يحتوي على خصم نقاط اللي قبلك للي بعدك يوه وقفت أنا حاسب لي وقفت أنا حاسب لي وقف 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 أصبر الحين نرجع للهماهيل الأولين أول شيء دقيقة أصبر والله ما تروح والله ما تروح لا لا غير كل شيء على حديد توقف وقف 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 أصبر أصبر كاي سلسلة دقائق أذكر الله أذكر الله أذكر الله أذكر الله أذكر الله أذكر الله أول شيء أذكر الله أصبر أول شيء صادق أنت صادق صادق أصبر أنت أصبر أنا صابر أنا صابر أصبر دقيقة أصبر يا أصبر النقاط اللي قبلك للي بعدك يعني اللي قبلك من هو؟ عليان واللي بعدك بيجي اللي يجي من هذولا اللي بيجي طيب أنا حطيت الجيب 400 صح؟ أي حلو أنت الحين حطيت 400 نقاط اللي قبلك اللي قبله مناحي منه أنا أنت تروح للي بعد مناحي اللي بنعلن عنه بعد شوي بيجي وعنده نقاط على طول ولكن ما تروح لل 6000 تروح لل 400 فقط والله حظك زين حظك زين ترى بروح اسجل اسجل بالدفتر هذا ما تنكب يلا انقريشي هنبالي 400 نقطة تضاف للي بعد مناحي بعد شوي أما الصندوق أو القفل هو حق المشروع للمتسابق يلا نروح مباشرة إلى سؤال الحظ يا جماعة الخير أعطونا ود الكاميرا من هناك معليش لأنها طاحت الأوراق سؤال الحظ الشر ما يجيك السؤال يقول سؤال الحظ ارفع يديك إذا كانت عندك الإجابة مش ترفع مثل محمد بندر بعدين تقول لي يلا أين يقع وقف الجامع الأموي بغداد مصر سوريا مناحي سوريا سوريا الإجابة سريعة كانت ستار ألف مبروك يلا ألف مبروك مناحي ستار الطيب 800 نقطة و 400 1200 ألف مبروك يا ليان شكرا أبو 6000 ألف مبروك يا وازع جاوبت 400 و 1200 يلا نروح إلى آخر المتسابقين عطونا القرعة أول واحد في القرعة هياخذ 400 مباشرة من عليان بن متعب أو ياخذها من مناحي من صندوق مناحي وقف ألف مبروك يا نواف بن فرزان يلا اللي بعده وقف صاحب الشاي
اللي ما له طعم سلطان بن دويحس. شاي مهذل احسن منك. شاي مهذل مذهل. يلا منو؟ ليش فيها؟ اي اسرار صح. يلا اصبر انس ايش دخلك اللي جاي؟ اه صح. رحموا معي بعبد الرحمن الكليل. يلا عشان بس ما يزعل، رحموا معي سلطان بن دويحس. رحموا معنا مالك الميموني. احلى واحد. واخصموا على محمد بندر لانه جه هنا. يلا نواف بن فرزان معك 400 نقطة اخذتها من مناحي قبل انك تجاوب. وعبد الله ابى اصلها هذي. يا عبد الله يا نواف اقدم شكري وتقديري اصلح مناحي الاسلمي علي المتعب كلهم. يلا استاذ اصلا حتى جوالي ما ادري وينه خربان في الكنترول. احجي بس جوالي يا جماعة الخير عشان نبي نسحب بعد نهاية الحلقة موجود في الطاولة اللي على مكسر الصوت. يلا نواف اصلح عبد الله اقتصاد اصبر اصبر اصلح اللمبة اصبر لا لا تصلح شيء لا تصلح مرات يا اخي انت عله انت يا ابن الحلال لا تصلح شيء والله اقتصاد وتجاره يلا لا تصلح وش تسوي شو تسوي؟ اصلح اللمبه هذه لا تصلح لا تصلح هو صلح اللمبه لا تصلح شيء واقول لك لا تصلح شيء يلا اعطونا وش رياضه واقتصاد وتجاره؟ اقتصاد وتجاره اقتصاد وتجاره يلا الاقتصاد والتجاره لك يا نواف السؤال يقول نواف فرزان نواف الروقي ها 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 اخي اعطونا السؤال. السؤال في الاقتصاد والتجاره لنواف بن فرزان. يعني بطني الله يقوم اقواه ابو عبد الله حينما جاوبت صح ما اخذ السؤال. تستحوذ كازاخستان على حصه الاسد في انتاج الذهب اليورانيوم الفوسفات. تستحوذ كازاخستان على حصة الأسد في إنتاج الذهب اليورانيوم أو الفوسفات. بدون صوت. الفوسفات. الفوسفات. أنت تعرف الفوسفات شنو؟ والله ما أدري إيش إيش الأجوبة كلها. إيش؟ الأجوبة كلها ما أعرفها. أذا ما أعرفها. الإجابة كانت للأسف يا نواف خاطئة. هي اليورانيوم. اليورانيوم. و400 نقطة نزلت معك والحين أنت صفر. خلونا نشوف الإقفال لنواف بن فرزان. ماذا سيحتوي عليه القفل؟ يلا. ما تعرف اليورانيوم. سهلة. يلا. ليش ما تأشر؟ أعرف أصلا. ثمانية. ثمانية يحتوي على. خذ من متسابق 1500 لك. كنت تاخذ لو انك جاوبت صح يا نواف بن فرزان. ها خطا خطا اجل والله حظي زين ما شاء الله يا زين وجهك تاج والله وجهك. يلا اقتصاد تجاره رياضه بس اقلبها انت اذا طلعت تحت البث اقلبها اقتصاد تجاره ولا رياضه يلا انا اي 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 اليوم راح نروح راح نروح الرياضه مع اقتصاد التجارة اقتصاد التجارة يلا السؤال في اقتصاد التجارة يقول ان شاء الله بصير اقتصادي بفتح لي محل خليك مركز بارك الله فيك. تتميز مزارعها خلال فصل الصيف بإنتاج أنواع مميزة من الفواكه. منطقة القصيم، منطقة عسير، منطقة حائل. تتميز مزارعها من خلال فصل الصيف بإنتاج أنواع من القصيم أو عسير أو حائل. حائل ما ظنيتي. منطقة عسير في الجنوب وجوها دائما زين وفيها ها والله ما أدري ما أدري هي بين عسير وبين القصيم. القصيم فيها التمور تدري القصيم مبروك حطها على القصيم. أثبت على القصيم وثبت ثبت على القصيم. القصيم توقع حائل عندها انتاج من الفواكه خطا اكثرها خضار واكثرها بنفس الوقت
تشتهر بالنخيل للتمور خضار قصيم ولكن السؤال وايضا فيها خضار ولكن حايه تتميز في فصل الصيف عسير عاده عسير في الشتاء يعني اغلب اوقاتها شتويه اقصد انا صح هذا السؤال انا اقول فواكه الفواكه في فصل الصيف كانت الاجابه خاطئه انا السؤال ابغاه احنا متعودين اصلا احنا اصلا متعودين على الذكاء اللي عندك لا انا ترى دائما افكر خارج الصندوق سؤال انت ذكرت مع محمد منصور اني انا داهيه وايش ذكي الله يكرم شرفك انت ما تسجل شيء انا بسالك ذكرت اني انا ذكي وداهيه ليش؟ قلت مراوغ ذكي ليه؟ اي وانت؟ انا ذكي بعد تدري ليش؟ يوم جينا بالسياره قلنا خلي ابو عبد الله يركب السياره بعدين احنا نحول انت جلست عند المغسله هذا اذاري ما مشيت على الكليب يلا اعطوني الاقفال حق سلطان بن دويحس اصبر عليك تكفي سلطان اقول لك كذا دقيقه شيخ بجيك اسير انا قلت بين اسير بن قصير اعطنا الاقفال ها خذ سبع دون 30 30 كان يحتوي على خصم 6000 الحمد لله الحمد لله العظيم اني بختار لا اله الا الله اكبر يقول عندي حظ ولا في سدح والله اني بختار وما اختاره يقول مثال عندي حظ ولا في سدح الحمد لله فكني فيها 30 اني بناوي واختاره المفترض تشكر القصيم واهلها بيض الله وجهك بيض الله وجه القصيم بيض الله وجه دبيان بيض الله وجه سمر ربيع بيض الله وجه القويفلي لا حبيبي البورصه مش هذه الفقره اسم الفقره اسم الفقرة البورصة مشتهاني وتبريكات هذا زعتر اقتصاد تجارة رياضة اقتصاد وتجارة السؤال الأخير لأنس إذا في أحد يجيب جوالي بس جماعة الخير في الكترول أفلم الجماعة يدامون وازع رح جاكم وازع عند الفاصل ها السؤال الأخير لاقتصاد وتجارة جماعة الخير لأنس توكل يا بقى أي من الدول التالية تعتبر الأكثر إنتاجاً للبن؟ البرازيل أو الهند أو السودان؟ أبا جاوب البن؟ البن البرازيل أو الهند أو السودان؟ أكثر الدول التالية تعتبر الأكثر إنتاجاً للبن؟ البرازيل أو الهند أو السودان؟ أحسنت يلا الوقت البرازيل أو البرازيل 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 ثبت البرازيل ما له دخل وأنا السودان إذا ما زلت إحنا قلنا البن السودان صح يا أبو عبد الله ردها لا ليه؟ لا لا الهند الهند أخوه جاوب البرز الهند شباب ما دخل الهند العود ما دخل أصبر إيش محمد ها برازيل هي هي برازيل ايش رايكم يا شباب ممتاز طيب خلينا اكثر الدول خلونا طبعا السؤال ابو عبد الله الاكثر دقيقه بس السؤال تعتبر الاكثر انتاجا للبن يعني هي الاكثر تنتج من البن ولكن في دول كثيره تنتج نعم بن ومن ضمنها ايضا البن الخلاني هناك في المملكه العربيه السعوديه في جازان نعم اليمن ما اكثر شيء خلاني فيفا وايضا في فيفا في جازان والرز الهند مشهوره بالهيل والرز والعود والعود ايه اثيوبيا ايضا هناك قهوه عندها ولكن الاكثر انتاجا وعبد الله واليمن ايضا الحصى الرز والفلفل والفلفل يا ابو عبد الله الفلفل ان شاء الله الفلفل يخرب خطك يلا عطنا عطنا الاجابه صحيحه اعطونا الاقفال والقفل علي. الاخير سبعه يا علي ابو عبد الله سبعه وصحيح يسموها الهند البهارات عاد الصناديق اي مشهوره بالبهارات الصناديق اعطوني اياها لا غير اسمها الظاهر غيرها بهارات يلا يا انس سبعه لعيون علي الشمراني اوه سبعه يلا يلا يا انس يلا يا انس روح يا انس على روح يا انس محروم من البث ساعتين وش وين حتى البرامج ما ربك يا عم ما بذر الله زين بعد الديلمه ولا قبل الديلمه طبعا بعد الديلمه ستحرم من البث ساعتين
وسينخصم عليك مقابل الساعة 1000. بالله والله والله عندي طلب واحد، خلها اخر ساعتين قدام عشان ارقد. كيف اخر ساعتين قبل الهجوم؟ انت ايش دخلك انت؟ عشان ارقد مكله. انت تشتغل معنا في الاداره يا اخي، ما احب لخيك مع بالناس قبل يرقد قدام الهجوم. اخر ساعتين يعني مثلا اصبر اصبر والله بس اخر ساعتين متى يعني؟ سوالف اخر ساعتين متى يعني؟ 4 و5 يقول يعني ما يصلي يقول على الهجوم. عدلتها انت الحين والله بيسولف انا ومهدي نفتح ملفات شباب هنا كثير. يلا اعطونا الحين خلصنا، اعطونا الاقفال. اوه باقي سؤال حظ، باقي سؤال حظ، باقي سؤال حظ معليش. الحمد لله وجهك. سؤال الحظ يقول ما في لمبات في يد طاحت الاسئله. ابو عبد الله الشر ما يجي انت بدك تخرب علينا. ازيد يلا خليكم مركزين. سؤال الحظ ارفع يدك، نزل نزل الان. ابى اقولك نزلها، نزل يدك يا سلطان. اربط 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 اربط. لا لا شوف شوف اجهز يدي بس عشان الحين بعطيك بوكس. يلا يلا السؤال يقول انا بسالكم مين. يلا اعطونا السؤال. يلا اقرب يدي اقرب. يلا اوكي السؤال يقول من هو صاحب كتاب الموافقات؟ ابن القيم الشاطبي، ابن الجري. يلا ابن القيم، ابن القيم، ابن القيم. اعطونا ابن القيم. اصبر اصبر ابن القيم. اصبر القيم ارفع يدك ذي. عبد المعجم روح لحالك. يلا انت تعرف الاجابه؟ ايه ايه اجابه خاطئه. يلا وقفت عليها خلاص. يلا مخصوم عليه ساعتين اليوم، 6000 راحت و800 روحت. يلا اعطونا الاقفال يا جماعه الخير، الاقفال الاقفال، خلونا نتعرف عليها الاقفال على الشاشه يا جماعه الخير عشان نقولها. شباب الاقفال اللي ما فتحت ما عندك هاشتاج؟ ايه بسحب على هاشتاج الحين اصبروا. يلا الى بس ما نقول الاقفال اللي ما فتحت بامكاننا مشاهدينا الكرام يهدون الشباب المتسابقين نقاط 100 100 100 سنسحب عليه في هاشتاج البرنامج 69. يلا اعطونا القفل رقم 1 كان يحتوي دبل نقاطك 3 مرات، اما 2 كان عطلي 5000 من الاداره، 3 سحب 50% من نقاط المستثمر، 4 اضافه 800، 5 نقاط الثاني بالمسابقه لك، 6 اضافه 1600، و7 محروم من البث ساعتين، 8 خذ من متسابق 1500 لك، 9 خذ 1000 من الاداره وعطها 1، 10 خصم عليك 500، اما 11 اضافه 3000، 12 اسمح لشخص بالخروج ساعتين، 13 اضافه 6000، اما 14 خروج 3 ساعات، اما 15 افتح قفلين، 16 كان في هديه سهم من الوقف، 17 500 اضافه، 18 كان فيها اضافه 700، 19 كان نقاط اللي قبلك للي بعدك 20 خصم 1000، اما 21 كان فيها اضافه 2000، 22 كان فيه افتح 3 اقفال، 23 كان فيه اضافه 1000، اما 24 كان فيه اضافه 1200، 25 كان فيه اضافه 1000، 26 كان خصم على اول واحد 500، 27 احرم واحد من البث 6 ساعات، 28 كان اضف لواحد 1000 من رصيدك، 29 كان اضافه 2000 لك، اما 30 كانت اخصم 6000 واللي راحت على سلطان دويحس واضيفت الى عليان بن متعب. كيف؟ اي راح عليك اي ما مش خاصية ما تسجل عليك راحت عليك. طيب انا اشتاق 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 بس متى من البث؟ انت ايش دخلك انت؟ متى احنا من البث؟ يلا نسحب هذا تحت الهواء يا ابو عبد الله. اسمع متى احنا من البث؟ تنحرم من البث؟ احرمك الله كله شر. يلا شوي تبعدوا شوي يمين، ايوه تعالوا يسار شوي 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 يسار بس ما يقدر يشوف الجواز عليك حركات صح؟ ارقع فوق الطاوله يعني اصعد فوق؟ ما تروح عبد الله عبد الله انت دايم فوق بتصير بطول. يلا كيف؟ طيب تعرف تسبح انت؟
ها يلا بخوص وان كنت ذره قال السهر نجيك لي قدام وامجدك ورا وضحك فيك زادك ترى ما لنا وان كنت ذره ما مسح مجدك لي قدام وامجدك ورا زادك تنحمل بس يلا توكل على الله. دقيقه سارعي مجد السماء وضع الخفاق الاخضر يحمل النور المسطر والدنيا واكبر يا عمري عمري قد عشت واغرب رسمي عاش الملك للعرب والوطن. يا سلام يلا وجيكم بالمناسبة هذه ننتظر الموافقة ان شاء الله ما راح يردنا ابراهيم الحسين من متابع الجمهور ان شاء الله. يلا اول 100 تذهب الى محمد بندر. يلا علي الشبراني قل لي وقف. وقفنا راحت لي فارس مبارك الحربي. يلا محمد بندر قل لي وقف. وقف مكرر يلا. يلا راحت ايضا لفارس مبارك الحربي. اصبر اصبر ابو فارس في عندنا ابو فارس لا ابو مبارك هذا معلم مشويات ابو مبارك يلا انت الفصل ماشي. يلا المبروك. وقف ايش دخلك انت مين يقول وقف. يلا يلا نواف بن فرزان وقف اصبر اصبر لان راحت في الاشغال. يلا قل لي وقف. يلا المبروك راحت الى شيخ هذه القريه وزع عليك. شو السالفه؟ دقيقه بس ولا لكم ظهر يا جماعه الخير تعالوا من هنا. هل لك واحد عند الله عندك ظهرت؟ لا يعني عشان يعني ما كل واحد عنده مالكم ايش؟ النفس احنا ما احنا نقول مالكم ظهر. ها 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 سامجيني اليوم العيال. طيب منو سفير الوقف؟ انا لا محمد بندر وعليان. تعال محمد بندر يلا اعطونا يعني كلمتكم وللمشاهدين بخصوص هذا الوقف وتنزل ارقام الحسابات الان. اي تفضل. اول شيء امسي على اخواني واخواتي من خلف الشاشات واقول لهم تبرعوا لو بشري القليل ما نقص من مالك زادك عند الله سبحانه وتعالى. والسهم الاول للفرد 300 ريال والسهم الثاني للوالدين 600 ريال والسهم الثالث للاسره كامله 900 ريال وتبرع بما تجود به نفسك والله يجزانا وياكم الخير. عليان ماذا اعمال من صدقه يا ابو عبد الله؟ وادي عمود جيزان الدعم متاح من ريال الى ما لا نهايه واسال الله التوفيق وان شاء الله نكمل الوقف في اسرع وقت باذن الله. الله يعطيك العافيه. ايش تقول انت؟ ما نقص مال من صدقه. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا وكافل اليتيم بالجنه كهاتين. هناك وقف في جازان ننتظر دعمكم وجودكم وعطائكم سنفرح جميعا ان شاء الله. دائما ارددها الفرح والسعاده والتبريك والتهاني ليست لنجاح هذه النسخه وتتويج المراكز انما إذا قلنا اكتمل هذا الوقف هو وقف اليتيم الأول التابع لجمعية البر الخيرية بوادي عمود سائلين من الله عز وجل لا ينتهي هذا البرنامج إلا وقد فرحنا واستبشرنا جميعا باكتمال الوقف بين حين وآخر عبر شاشة قناة الواقع الفضائية تظهر أرقام الحسابات والتواصل وبخطوات سهلة وبسيطة وآمنة عبر تطبيقات الراجحي أو البنوك الأخرى بشكل عام. في 20 ثانية تستطيع أن تتبرع ب 300 ريال وتكفل يتيما مدى الحياة وتساهم وتكون رفيقا للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا نقول وداعا فلنا عودة بكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.
الفوائد والمكاسب كثيرة، لبنة السلع على سوق الأرباح.